ايه ده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني اثناء وجودنا ومتابعتنا لمباراه الاهلي واسوان هنا في استاد بترو سبورت، لفت نظر الجميع طفل صغير كان حريص النهارده ان هو يكون موجود اللي يتابع اللقاء ويشجع النادي الاهلي، وهو واحد من مشجعي النادي الاهلي. في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، عايز اعرف اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي مهاب وعندي 12 سنه. مهاب انت جاي منين يا مهاب؟ جاي من صفت اللبن. طب انت جيت ازاي؟ ركبت عربية السيدة عائشة من السيدة عائشة التجمع الخامس نادي سبيت. طب انت جاي لوحدك ازاي وخرجت من البيت ازاي وقلت لهم في البيت ايه؟ قلت لهم في البيت انا رايح نادي سبيت عشان اشجع الاهلي، قالوا لي روح بس خلي بالك وانت، قلت لهم اركب السيدة عائشة من السيدة عائشة التجمع الخامس نادي سبيت وجيت. طب وانت داخل من على الباب بقى قلت لهم ايه؟ قلت لهم انا عايز اخش ما قدرتش يدخلوني، انت نطت 200 سور عادي، وانت دخلت لغايه لما وصلت هنا وبتاع الامن اللي بره ده ما قدرش يدخلني، بس انا دخلت في وسط الناس. طب انا عايز اسالك بقى سؤال، انت جيت النادي الاهلي قبل كده ولا انت يعني انت حضرت تمرينات حضرت ماتشات قبل كده ولا دي اول مره؟ حضرت التمرين اول مره واول ماتش احضره. طب قول لي بقى انت تعرف مين من لعيبه النادي الاهلي؟ عامر السوليه، بدري بنوب، حسين الشحات، افشه، ومحمد شريف، وايمن اشرف، والشناوي، ابو ليلى عمرو السليه. اه طيب انا عايز اسالك سؤال، انت وريتني ان انت كاتب على ايدك التاريخ، ايه بقى الكلمه اللي انت كاتبها على ايدك دي وكاتبها لمين؟ كاتبها لايمن اشرف التاريخ ايمن اشرف. طب انا عايز اسالك سؤال يا مهاب بقى، انت نفسك في ايه؟ نفسي اطلع لعيب. انا عايزك توريني بس الجمله اللي انت كاتبها على ايدك دي كاتبها لمين؟ كاتبها لايمن اشرف. لايمن اشرف. اه طيب مهاب انت ماتشات الاهلي بتتفرج عليها فين ومع مين؟ ماتشات الاهلي بتفرج عليها في الاول مع ابويا واخواتي في العيله كده يعني، وساعات بنتفرج عليها في البيت. طيب انت نفسك في ايه يا مهاب؟ نفسي اطلع لعيب كوره في نادي الاهلي. في نادي الاهلي. عايز تقول لجماهير النادي الاهلي ايه؟ انا عايز اقول لجماهير النادي الاهلي يعني نفسي اطلع كوره العب معاكم ونكسب المتوشه يعني. طيب انت ما كنتش خايف وانت جاي النهارده الماتش لوحدك يا مهاب والطريق والعربيات؟ بس انا كنت خايف لطوف، بس ربنا سترني واحد كده ابن حلال قال لي كابتن السيده عائشه من السيده عائشه انزل نادي سبورت. طب انا عارف بقى ان انت، قول لي بقى انت هتروح ازاي؟ انا عرفت ان عم حارس ولعيبه النادي الاهلي قالوا ان هم ياخدوك معاك في الباص النهارده، هتروح معاهم؟ اروح عادي وما خدونيش معاهم، اركب العربيات بتاع السيده عائشه من السيده عائشه صفت، وهينزلني السيده عائشه ومركب ال 20 من ال 20 اسوار عبد. طيب انت خلاص عم حارس قال لي ان هو ياخدك معاه في الباص؟ ايوه هياخدني معاه وهشوف اللعيبه النهارده. هتشوف اللعيبه النهارده؟ وانت معاهم في الباص بقى هتقول لهم ايه؟ اقول لهم بسلم عليهم عادي وببوسهم. بشكرك يا مهاب وربنا يوفقك. حبيبي. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، جماهير الاهلي لما غنت وقالت من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، ما كانتش مجرد كلمة اتقالت في غنوة أو سطر اتكتب في شعر أو في موال، دي حقيقة بنشوفها، هي دي الحقيقة، علشان دول كرة القدم بتلعب، وعلشان دول بيعيش النادي الأهلي وبيستمر النادي الأهلي.